أهلا وسهلا بكم أعزائي الكرام، عدت لكم من جديد في فيديو جديد، وسوف نتعرف الآن على أحدث الأخبار، حيث أن منتج الأفلام وصديق الممثل سوشان سينغ راجبوت سانديب سينغ يرسل إشعارا قانونيا إلى ريبوبليك تي في ورئيس التحرير أرناب غوسوامي بتهمة التشهير المزعوم وطالبا بتعويض قدره 200,000 روبية. كما أن فريق التحرير الخاص التابع للمكتب التحقيقات المركزي الذي يحقق في قضية وفاة ممثل بوليوود سوشان سينغ راجبوت على وشك الانتهاء من تحقيقه. كما أننا سوف نتعرف على أحداث جديدة، وقبل الخضوع إلى تفاصيل الفيديو لا تنسوا دعمكم لي بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد وترك تعليق ولايك. أرسل سانديب سينغ صديق الراحل سوشان سينغ راجبوت إشعارا قانونيا إلى ريبوبليك تي في ورئيس تحريرها أرناب غوسوامي بتهمة التشهير المزعوم، وطالب بمبلغ 200,000 روبية كتعويض. وعند الإعلان عن هذه الخطوة على وسائل التواصل الاجتماعي، ادعى سينغ أن القناة الإخبارية قد أرسلت عدة رسائل إليه بنية إجرامية وبنية الابتزاز. وينص الإشعار القانوني على أن سينغ وصفه ريبوبليك تي في ورئيس تحريره بأنه متآمر رئيسي وقاتل. وزعم سينغ أن أحد مسؤولي القناة الإخبارية اتصل بسانديب سينغ وأخبره أنه ما لم يوافق على الاستفادة المالية للقناة فسيتم بث الأخبار ضده. وجاء في الإشعار أن هذا ثبت أنه صحيح، حيث واصلت القناة تقديم تقارير تشهير ضد سينغ. وقد سلط الإشعار الضوء على سلسلة من البرامج التي بثتها قناة ريبوبليك تي في والتي قيل إنها تشوه سمعة سانديب سينغ. ويشير الإشعار إلى أنه في أحد المقاطع الإعلامية ذكر أحد المشاركين أن سانديب سينغ أصر على أن سيارة الإسعاف التي تحمل جثة سوشان سينغ راجبوت ستذهب إلى مستشفى كوبر، وأن العلاقات العامة لسانديب سينغ قد نقرت على صورة لناشرها في وسائل الإعلام. وقد تم التأكيد أيضا على أنه تم توجيه ادعاءات كاذبة ضد سانديب سينغ، للإشارة إلى أنه لا يريد أي تحقيق من السي بي آي في قضية الراحل سوشان سينغ راجبوت. ويروي الإشعار القانوني أن ريبوبليك تي في قامت بحملة باستخدام علامة التصنيف وهي اعتقال سانديب سينغ. كما سجل سينغ اعتراضا على تصريح القناة بأنه يريد الهروب إلى المملكة المتحدة للهروب من التحقيق. ويدعي سانديب سينغ أنه في الفترة من 22 من غشت إلى 24 من غشت حاولوا مراسلون من تلفزيون الجمهورية دخول مقر إقامته وضايقوا حراس الأمن وعمال المنزل، وأنهم قد شوهوا صورة سانديب سينغ. نص الإشعار المرسل من خلال المحامي راجيس كومار على أن تصرفات القناة تصل إلى حد التشهير بموجب القسم 499 من قانون العقوبات الهندي، والذي يعاقب عليه بموجب القسم 500 من القانون. وطلب الإشعار من القناة إزالة جميع اللقطات والمقالات والتقارير الخبيثة حول سانديب سينغ وتقديم اعتذار، والذي يجب أن يتضمن حقائق حقيقية حول نزاهة سانديب سينغ. كما طلب سانديب سينغ بدفع 200,000 روبية كتعويض من ريبوبليك تي في، وإن لم يتم الالتزام بالإشعار في غضون 15 يوما فقد أبلغ سانديب سينغ أنه سيتم رفع الدعوى في المحكمة لطلب تعويضات عن التشهير. كما قال أيضا سانديب سينغ لصحيفة تايمز أوف إنديا: لا يمكن للمال وحده أن يعوض الصورة والاحترام الذين فقدتهما في الأشهر الأربعة الماضية. لقد ناضلت لمدة 20 عاما لبناء سمعتي كمنتج أفلام، وبسبب حملة التشهير التي كانت القناة تعرضها ضدي كل يوم يتراجع ممول مشاريعي المستقبلية والعارضون والموزعون لفيلمنا الجديد ناريندرا مودي تخشى تقديم عدد كبير جدا من العروض عندما يرون اسمي مرفقا. كما قال أيضا أن الإشعار القانوني هو محاولة لإعادة بناء سمعته وإنقاذ نفسه من الصدمة التي تسببت بها القناة له ولأمه وأخته. وانتشر العديد من التقارير تفيد أن السي بي آي لن تستكمل التحقيقات في قضية الراحل سوشان سينغ راجبوت، وسوف يقدمون التقرير النهائي في القضية. وانتشر الخبر على العديد من المواقع، ولكن الوكالة نفت يوم الخميس كل هذا وقالت بأن قضية الراحل سوشان سينغ راجبوت لم يصلوا بعد إلى نتيجة نهائية، وأضافوا أن هذه التقارير هي عبارة عن تكهنات خاطئة ومحاولة لإنهاء التحقيقات أو للسيطرة على التحقيقات ومسيرة العدالة. وقالت أيضا الوكالة
بأن التحقيق المركزي يواصل التحقيق في قضية الراحل سوشان سينغ راجبوت، وقد قامت وكالة السي بي آي بنشر هذا البيان بأن مكتب التحقيقات المركزي يواصل التحقيق في وفاة سوشان سينغ راجبوت. وهناك بعض التقارير التخمينية في وسائل الإعلام بأن المكتب المركزي قد توصل إلى نتيجة، ويمكن التأكيد على أن هذه التقارير تخمينية وخاطئة. وشيخار سومان أرجى يتحدث عن تطورات قضية الراحل سوشان سينغ راجبوت قائلا: يجب أن نحافظ على كرامتي في موتي، ويجب أن نتوقف عن تشويه صورتي. وشارك الممثل شيخار سومان أيضا في قضية الممثل سوشان سينغ راجبوت قائلا أنه يحس بأن هناك شيء أكثر من ذلك، ولكن لا يمكن إثبات أي شيء بدون دليل. وقال أيضا أن الأمور التي ظهرت في قضية سوشان سينغ راجبوت واكتشفها خلال الأربعة الأشهر الماضية عند الإعلان على أن حالة سوشانت كانت حالة انتحار، وعائلته تؤكد العكس، ومعجبين سوشانت أيضا يؤكدون على أن هناك مسرحية من أجل عدم تحقيق العدالة لسوشانت، عبروا عن خيبة أملهم. ولكن قال: أنا أثق تماما في القضاء، ولكن يوضح على أنه غير راضي تماما عما حصل مع صديقه سوشانت سينغ راجبوت. وعلق محامي سوشان سينغ راجبوت النائب سوبرمانيا سوامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي على هذا قائلا: وفقا لمعلوماتي فإن التقارير الإعلامية التي تفيد بأن السي بي آي ستغلق من خلال تقارير نهائية في حالة وفاة سوشان سينغ راجبوت غير الطبيعية في اليومين المقبلين غير صحيحة. لماذا هناك الكثير من الأشخاص في مومباي في عجلة من أمرهم لإغلاق القضية؟ أما بالنسبة لأخت سوشان سينغ راجبوت، قامت بحذف حساباتها على تويتر والإنستغرام في الذكرى السنوية للراحل سوشان سينغ راجبوت الذي دام مدة 4 أشهر، حيث تركت منصات التواصل الاجتماعي دون سابق إنذار في ذكر رحيل شقيقها الراحل سوشان، مما شكل هذا جدلاً واسعاً، حيث أن شويتا هي من كانت تطالب دائماً بتحقيق العدالة لأخيها الراحل في 14 يونيو من هذا العام، ولم تقدم الأسرة أي توضيح بهذا الشأن. وكان آخر شيء نشرته شويتا سينغ على حسابها هو مقطع فيديو لسوشان سينغ راجبوت تذكروا وقت رحيله، وكتبت أنه كان إلهاما حقيقيا. وبعد يوم من تعطيل شويتا سينغ حساباتها، عادت شويتا سينغ إلى تويتر والإنستغرام وصرحت قائلة أن العديد من مشجعين سوشانت في حيرة من أمرهم، والذين انتقلوا إلى تويتر لمشاركة لقطات من نفس الشيء. وصرحت أيضا بأن هناك محاولات من قبل أشخاص مجهولين يحاولون التسجيل لدخول حساباتي، وكتبت عند عودتها إلى تويتر: آسفة، كان هناك محاولات متعددة لتسجيل الدخول على حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي، لذا اضطررت إلى إلغاء تنشيطها. وغالبا ما تشارك شويتا سينغ شقيقة أخت سوشان سينغ راجبوت صور للممثل الراحل على مقابض وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بها. وفي الآونة الأخيرة في يوم ذكرى وفاته انتقلت إلى الإنستغرام الخاص بها لمشاركة فيديو ارتدادا للنجم، وشهد سوشان سينغ راجبوت في هذا الفيديو وهو يغني ومنغمسا تماما في الأغنية. وإلى جانب الفيديو تحدثت شويتا سينغ عن ذكريات طفولتهما وعلقت قائلة: خلال الطفولة عندما لا يكون هناك كهرباء في المنزل، سيجلس جميع أفراد عائلتنا مع آلات موسيقية يغنون ومنغمسين تماما والدموع تتدفق من أعيننا. يذكرني هذا الفيديو بتلك الأوقات. وفي نفس الوقت حثت معجبيه على البقاء أقوياء وموحدة وسط كفاحهم من أجل العدالة. ابقى قويا، ابقى إيجابيا، ابقى متحدا. ما أن هناك أخبار تؤكد على أن هاتف ريا أرسل للفحص لمعرفة تفاصيل محادثات المخدرات إلى مكتب مكافحة المخدرات هو الذي سوف يدقق بهاتف ريا بدلا من شرطة مومباي، كما أنه سوف يدقق أيضا في الرسائل والتسجيلات المحذوفة، وقد سمحت له المحكمة بذلك. وأرسلت اللجنة البرلمانية ووزارة الصحة طلب إلى سودهير غوبتا خبير الطب الشرعي بأن يجيب على جميع الأسئلة، ولماذا غير أقواله، ولماذا أيضا سرب التقرير دون بيان رسمي. وسوف يعطي سودهير غوبتا إجابات عن جميع الأسئلة حول تقرير التشريح المزيف الذي سربه لوسائل الإعلام دون وجود أي بيان رسمي. أصدقائي المتتبعين، إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا دعمكم لي بالاشتراك في القناة
وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد، وترك تعليق ولايك. وإلى اللقاء، وموعدنا إن شاء الله يتجدد في فيديو جديد. مع السلامة.